ايه كريستيان، مشغول؟ لا عادي شوي على اللابتوب فيسبوك؟ بسمع موسيقى. لا مش فيسبوك اكتر، كنت سو بروجرام ميوزيك ما ميوزيك هيك. تحب الميوزيك؟ طب قبل ما نفوت ايوه خبرنا عنك، شو دارس، شو عم تدرس، انا شو عامل، عمل؟ كنت باللبنانيز كنديان يونيفرسيتي بعنتورة، كنت اوكي عامل اوديت اشتغلت فيها ما حبيتها، وانا بحب امن بالشغله لاقدر انجح فيها والا ما بعملها، فرجعت نقلت وهلا بالاي او ال عم بعمل مانجمنت. خلصت اوكي مبدئيا يعني انه بعد عندي بروجي فينال قدمته، مشان هيك شوي مع عمري انه ايه تاخرت، سبعة ايه لانه وعشرين عامل دبل ميجر مشان هيك. وما عم تشتغل؟ قبل امبلا كنت بتشارلي تاكسي، كنت مع بكلين تاكسي. بيك؟ لا لا هو كان بسكسيون، انا كنت اوبريشنز مانجر، اوكي كنت جهاز وهيك. وهلا مبدئيا عندي ايمان بمشروع انه لازم اسس حالي فيه، فمبدئيا هاليومين ثلاثه بكون انحل. خبرنا عنه او ما بدك ايه ما في مشكله، انا عم نبش، كنت على لوكيشن منيحه بين المناطق المعروفه بالسهر مثلا جوني كاسليك مونو هيك، فلقيت مبدئيا هلا بجوني، ما بعدنا نحن في حكي نحن والزلمه، بعد ما في شيء مؤكد مبدئيا. باب يعني ريستو، باب ريستوران اكثر ما يكون انه باب. اوكي بس درينكس وهيك يعني. مزبوط ايه لا ريستوران هو بس انه كجو شرقي اكثر ما يكون، انه اكثر ما يكون اشياء انجلش نايس. طب وكريستيان خبرني شو بتعمل بوقت فراغك، شو بتحب؟ هلا انا بعمل كذا شغله، قبل كنت اتمرن مارشال ارتس، وهلا عم بعمل يعني صار لي شي فتره عم بعمل شويه فوكاليز وهيك، بس عن مشكله هلا عم اعالجها. واصحاب صيد، كان عندي هوايه ربع عصافير كنار هيك. متعدد المواهب. بحب اخذ الوقت كله. شو برجك؟ انا جدي. بتآمن بهول القصص؟ لا ما ابدا؟ لا ما بآمن. طب بتحتفل بعيد ميلادك؟ مو عادي اكيد، بس مش سهره والشباب وتو درينكس وهيك. لا اكيد سهره مع الشباب الاصحاب قراب البنات اللي بنعرفهم اصحابنا هيك شيء هيك. صوتك حلو؟ انه حابب انت بعدين تغني؟ ايه عم بدرس هلا ميوزيك مع استاذ مشادي موسى بالنقاش، و عم بياخد شوية وقت، بس كان عندي انا صار مشكلة، في عندي عم بتعالج عند بروفيسور، في عندي وتر شيك انا عم بتمرن انجرح او شيء هيك، فكتير ضايقتني صار لي شوي موقف، ولنشوف لا تخلص نرجع بنكفي عادي. بس لا مبين صوتك حلو بالحكي. طب سمعنا شيء. لا وحياتي مش انه شيء، مش انه تكبر ولا شيء، لا بس ما بقدر صدقيني ما بقدر، لانه عندي مشكلة، عندي كا لا اذا عندك مشكلة لا ايه صدقيني عندي كا عم بتعالج عليه مشان هيك. طب وهيدي شو قصتها؟ ميداليات و هيدا سنتير مارشال ارتس، وهول كذا ايفنت عملوهم وشاركنا فيهم، و يعني مثل كنا رح نطلعنا على جامعات وهيك مثل انه تكريم لنا. حلو. وبعدك بتمارسها؟ هلا لا لانه خلص وصلت لمحل انه صار عندي اشياء تانية وهيك، انه اخذت فيها شيء 4-5 سنين. ما بتحب تفشخلك بحدا؟ لا مش هيك ككلتشر فيزيك اكثر، هي بالعكس انه العالم اخذ عنا فكره انه واحد بصير بده يكسر ويعمل وهيك، لا هي بالعكس بتصير تحترم الشخص اللي بوجهك وما تستهين بإراء يعني بالباور اللي عنده اياه الشخص، لو قد ما كان طوله هالقد ولا هالقد بتصير تضرب حساب كل العالم نفس الشيء. بالعكس ما أنا هي فكره انه مجقل مع صاحبتي واساس تخبط وبكسر، لا مش هيك ابدا. طب صاحبتي، قلت صاحبتي، خبرنا عن صاحبتي. لا ما في شيء هيك سيريو، بس انه في بنت اكيد بعرفها وكل شيء اسمها ساندي، اذا حابه تعرفي ان شاء الله في خير نحن وياها، بس انه لهلا بعدنا. قديش صار لك انت وياها؟ يعني هلا صار لنا شي 3 جماع عادي، صار جديد متعرف. اوكي يعني. كثير جديد، كثير جديد، ما في يعني ما في ما مشان هيك مظبوط مين. لا بس انه جود لك. طب قلي كيف هيك تاخذها ديتس، كيف صار بعد ما لحقت يعني صار انه 3 جماع انه ايه؟ انه ايه عنا مش كل يوم يعني انه في عندها جامعة وهيك، يعني كل يومين ثلاثة مرة بنروح نظهر كذا مطعم شغلة، سبت نسهر. وين بتسهر؟ إنه حسب صراحة، ما في في عندي في شاب رفيقي عنده باب بالكاسليك اسمه راد أوك، حد على طلعة الجامعة، جامعة الإوزاك، بنروح لعنده وأوقات بنطلع متعشى على أوتوستراد حريصة عند المطاعم، حسب كل مرة الشكل. أنا ما بحب الروتين لأن كل مرة نفس الشيء. بس انه اكيد ما بحب جميزه وهيك، هولي نو واي يعني ما ولا ليه؟ مره ما لا بامن بالعالم اللي بتسهر فيهم ولا بحب انزل، يعني هذا ستيل ما انه اتراكتيف لي. طب
طب ليك انا حارجع لك لانه امك عم تعيط لي فبدي اقوم انا احضر الطبخه طبقها يعني ورجعت لك يلا جيت انا جيت حطيت كل شيء ايه عنك طبعي اوكي انت ملعقبيه هيدا المي مثل ما هني كلهم اي هيدا اختار هلا بنحط قد ما بدنا يكونوا بزيد ايه احسن ما يكونوا ناقص بعد بس هلا بس بليز احرك شوي انت استفدت اليوم شو بدك ايه على فكره انا عم بتعلم تاكل يوم بخيل لا منيح انك نقيت اكله هينه يعني ما بتحب الطبخ ايه بحب اعمل حلويات بس طبخ هلا انت عامله حلو شايفه هون القصص انا عامله قصص طيبه كلهم حناكلهم وهلا مدوتهم هناك سافا دايب لا ما تشي شوي هون مظبوط؟ ايه بعد؟ ايه حتى بعد بس لازم تغمرهم شوي المي لتستوي الكفته معنا البطاطا اوريدي مشويه ايه خلص خلص ها هي؟ هي خلصت الطبخه وهلا بعد حطيت نفسي انا كله هون اوكي يعني جزال شو بدي خبرك انا ما بعرف اكلت وتحليت نهار طويل وانبسطنا كتير فيك يعني انا عن جد انه ما الي قلب فيلم ما الي قلب نقعد عرفتي انه كان البيت اسم الله مليان اكلتنا كتير طيبين واكلتنا طيبين واكلتنا كتير طيبين ايه كنت منيحه عن جد سهلة فيكم يعني عن جد حبيت انا اكلاتي بيطلع من ست بيت يعني ايه اكيد اكيد على عن جد خلاص على الخبره بيمشي الحال ما تعرف والمعمول انت بتحب الاكل الحلو اكثر من الطبخ بحب الحلو ايه صح ومش هيك شاطره بالحلو اكثر انت عامله هلا كذا شيء يعني في قصص ما بعرف شو هن بس شيء كثير طيب شو كنت عامله شو اكلنا اليوم نحن اكلنا معمول بجوز فصة حلبي اكلنا كعك العيد هلا انا هديك ما دقتها معمول التمر فينا ندوق اياها اكيد بعد شوي خلص ما قادرة اتنفس كنا عاملين صفوف كمان كلهم انت عملتيهم لحالك؟ لا انت بتساعدني انه الكعك والمعمول انه كاتيتي كبيره اكيد بدي حدا يساعدك يعني بس انه اكيد انا طب هي طبخه طيب؟ بنتي ما بتطبخ ما بتعرف تطبخ حبيت اوضتها هلا بدي فوت لعندها على الاوضه بلا ما تعرف طب خبريني بتحبي يعني ما حسيت انه كل النهار قاعدين ما ضوينا تي في انت عاده عم تحضري تي في او ثاقبت اليوم لانه عاجق البيت اي ثاقبت لانه عاجق البيت لا اكيد اذا ما في حدا ما عندي شغل اكيد بحب احضر تي في شو بتحضري؟ بحضر اف ام تي في اوكي وشو كمان؟ اجمالي انا عن جد فريمون بحب كثير الموسيقى ما بحب المسلسلات ما بتحضري المسلسلات ابدا؟ قليل 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 بالسهره يمكن شوي تركي ما حضرتي مثلا فاطمه بالسهره بالسهره شوي بس اذا طالما انا بالبيت وعم بشتغل بفضل اسمع موسيقى على طول اوكي بفضل اسمع موسيقى عربي او انجلش؟
شوي بفضل العربي أكتر. عربي؟ أه. مين فنانك المفضل؟ بحب نسيت اسمه صابر الرباعي بحبه. ايه بحبه قالك فوري. عاصل حلاني كتير بحبه. بحب كلهم شباب ما في بنات. لا بحب الشباب. وينو جوزك؟ وينو جوزك؟ وينو جوزك؟ ما عندنا مشكلة بالبيت. ايه هيك. طب بدي اسألك شيء، انه زوجك بما انه انت ما بتساعد كتير، مدخوله بيقدر يعني يقسم بين المدخول والمصروف؟ كيف فيك تقسمه خاصة انه هلا اولادك يعني في عندك جامعات، كان قبل عندك مدارس؟ لك اجمالا نحن مقسمين بالبيت يعني، عرفتي؟ انه اذا مثلا جوزي ما قادر انا بقدر اكيد ادعمه وساعده، انه طبيعي. لا مش انه انا اذا انا ما بشتغل ما بساعده، لا، بس مش انه تركيزي علي انا، لا تركيزي عليه هو، وانا بيجي سند له اكيد. ومثلا لا ابني صار لحاله حياته لحاله شغله بتعلق يعني خفت شوي انه بعد في البنت اكثر، بس انه الشاب اجمالا بتخف مسؤوليته اكثر انه صار اندبانو هو اكثر من حاله يعني. المفروض هلا صار هو يساعد هلا. لا بعد بس كثير. لا انا بفكر هيك صراحه. انا هلا بدي فوت بعد شوي عند كريستيان على الاوضه. ايه. طب شو بتحبي تقولي للدوله؟ هاي اول شيء للدولة. شو فيك تقولين للدولة اذا هن ما بالهم فينا؟ شو ما قلنا ما بعتقد رح تأثر فيهم، بس برضو بقلهم انه شوي لازم يتطلعوا بشعبهم، انه عن جد يعني طلعوا بالبلد بالشعب، شعب عايش نحنا، انه حرام يقتلوا. اهم شيء الشباب يعني، تفكر بالشباب كله عم بسافر. كله عم بسافر. انا اول وحده بشجع ابني يسافر. انت بتشجع ابني يسافر؟ ليه؟ لما بده يتعلم ابنك ويحط له فات الدولارات لياخذ الشهاده معينه، يوصل على وقت بيشتغل ب 200 دولار مش بحق علماته وفهماته، بيروح يشتغل برا بيقبض تعبه على القليله. طب هو ليه ما بسافر؟ هو بحب السفر، بس اكيد اذا اجي اوفر مغري يعني حيسافر. انا كثير بشجعه يسافر. وفيك تعدي بلاه انه ما عندك غيرهم، وكمان حرام يقعد حد ويتعذب إذا أنا ماني قادر أعمل له الحياة اللي هو يعني بده إياها. بحطه حد بس لحطه حد أنانية يعني، أنانية الأم؟ لا أكيد. يسافر ينبسط يشتغل يعيش يتجوز يعمل عائلة. مظبوط. عن جد. كلنا يعني. يعني أنت هلا بتشجع اللي برات لبنان إنه يضلوا بلبنان، ولا بتشجع اللي عايشين برا إنه يجوا على لبنان يفتحوا شيء بلبنان؟ لك إذا كان رسمي يعني معهم مصاري وبيقدروا يعملوا أكيد بشجعهم، ليه لا؟ إنه يفتحوا هون. بركي بتصير فيه للشباب انه يشتغلوا اكتر، ليه لا؟ اكيد. بس اذا وضع البلد بده يضل هيك ما حدا رح يجي، والشباب هن لحالهم رح يفلوا. انت ناوي تنتخبي؟ بعتقد ما بعرف حسب الاوضاع. لا وقتها لا وقتها ما بعرف عن جد. ابنك كان اجرأ منك بس ما قدرنا نلقطه، اضطر انه يفل. خلينا نحن بالسياسة بلاها يا عم. جزال عن جد انا عن جد ما لي قلب فل. انا كثير انبسطت فيكم عن جد، يعطيكم الف عافيه الشباب، يعطيكم الف عافيه وليك كمان. شو بتقولي للي عم يحضروك هلا؟ للعالم كله اللي عم بتابعك بلبنان وبرات لبنان. شو بدي اقول لهم؟ بقول لهم يحضروا هذا التي في لانه كثير حلو، والجروب اللي عندي كتير حلو مهضومين. ولي ما وراء الكواليس اللي مش عارفين شو عم بصير. لازم نحط كاميرا على فكرة للشباب. مزبوط. يعطيون ألف عافية. لقلك كمان أكيد. كمان أنت تعبت اليوم. ايه بس طبختي. طبخت وتحملت. قلي لهم شو تحملت. لا هيدا هيك. وهيك وبس. وبس هلا فينا نفوت لعند جزء ونقلكم اكيد بون شانس للتي في يعني، ان شاء الله تقلع وتقلع وتقلع يا رب. طب قبل ما نقوم على اوضه كريستال، هي ما بدها بس بدي اقوم انا، خبريني وقت دقولك، وقت دقولك راديو سترايك هيك شو صار؟ صدقتيهم ما صدقتيهم؟ صراحه اول شيء ما صدقت. ايه لانه افتكرت حدا عم يعمل فيي ضرب، عم يعمل فيي لعبه. ايه بعدين بس رجعوا كرروا الاتصال انه صدقت القضيه يعني، بس كان عندي شك بالموضوع. ايه لانه ما كل شيء بتصدقيه هون عندنا بالبلد، انا اكيد حدا عم يعمل فيي ضرب يعني. صرت اطلع اكيد حدا من الشركه عم يعمل فيي ضرب صراحه. صرت اطلع بالشغل. ايه بس اطلع بالموظفين انه لا
ما في رياكشن ما حدا انا حقيقه مش ضرب يعني. طيب انا كثير انبسطت فيك ونحن كمان. خلينا هلا بس نفوت لجوا. ايه فيك تفوتي. خلينا شو بيقول كوليسترول كريستي. شو عم تعملي؟ عم بتضبي ولا برافو. شو عم نعمل؟ نكل عيطه لماما. فرجيني خزانتي؟ لا ما لا بس انه هيك وخايفه تشوفي خزانتي شو بتقول؟ لا ما لا بس مرتبه بتبقى شوي والريحه حلوه مش عم بسموا الريحه كثير حبيت خايف فرجيني هون. لا هون ما اه انت عم لا ارتبه ليكي على فكره عن جد انا كثير حبيت اوضتي كثير بينكش هيك ليه بقى مع ضفير كانت ايه كانت حلمه هيك اوضتي هيك انه مع انه هلا انه انت صرت صبيه خلص يعني قطعتي كنت صغيره بعد لا مش شوي ليك والبوبي ياي طبطيا رجينا يلا رجينا جود ناي حب ايه بس عم صوروا كريستي لا شوي حبيت حبيت هيك الخبار هيك لفتة ايه بتعمل مساج ياي بعد الدرس تعرف بالجامعة وهيك بده يعني طيب طوني فيك تسكر انا شوي بحق فجن ياي لا لا انا مطولة مطولة فيكم تفلوا عجبتك الأوضة؟ ولا شو حلوة عن جد انا لا غرت والله بدي اعمل انه انا فكرت انه خلص انا كبرت يعني قطعتهم بس انا عتني انه لا ما خص اكيد فعن جد بدي اشتغل على الموضوع هلا بينك 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 كثير بحب البينك انه كثير جيرلش بس انه كثير حلو انت لبسه بينك كمان كثير لبقلك طيب انا صار لازم فارقكم عن جد دماغ انبسطت كثير معك بس قبل في الكادو اللي هو جست يعني اكشلي مش كادو جاست صغيرة بس انه بتنقيها على ذوقك من راديو سترايك ومن الاف ام اللي هي انه طلع رقمك بين ارقام كتير يعني هذا بدل انك شخص محظوظ عن جد طلع رقمك لاول مرة عن جد طيب هلا اذكر هلا هيك بركي بلش انه بركيت وفتحت ال عن جد عن جد انه ما بتعرفي ان شاء الله يجي بعد اكيد ان شاء الله قصص اكبر نوتو مثلا وبعدين فهيدي $50 ميرسي وان شاء الله بنشوفك مرة تانية بتكوني اهلا وسهلا فيكم حققت قصص بدك اياها كيف صار لازم نستأذن نحن بعرف ما قلب تفرقينا ونحن ما قلنا قلب نفل بس انه خلص خلص جلعنا ميرسي لكم ولراديو سترايك والتي اف ام ثانك يو اليك يلا يعني جزال عن جد عن جد كثير انبسطت فيك انا نحن كمان اهلا وسهلا فيكم ان شاء الله ما نكون زعجناكي وضايقناكي واكلنا لك كل الاكلات بالعكس سالنا عليكم بالعكس انبسطت انه حبيتوا اكلي وحبيتوا معمولاتي واكلاتي واكلات سوري بعتذر وان شاء الله بشوفك انا بدي اجي زورك على فكره عن جد بس بلا كاميرا وبلا توني وبلا اليكس لحالي حرام اوكي يلا هيدي باي تبع حالك هلا ما سلمي لي على كريستيان وعلى كريستال وسيسي و... معك باي هلا معك باي 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 لهون بتكون خلصت حلقتنا لليلة من برنامج ورق ورق عند مدام جزال أسمر أكلت كتير انفزعت كتير تعلمت أطبخ إن شاء الله تكونوا أنتوا استفدتوا مثل ما نحن استفدنا وهلا كل اللي عليكم هو إنكم ترجعوا الـ FMTV على نايل سات 12 303 وتنطروا منها زيارة باي